تقول السائلة بأنها امرأة قيل لها بأنها مصابة بالسحر، سحر تفريق، وذلك من قبل بعض القراء الذين يقرؤون القرآن، ثم ذهب زوجها إلى اليمن عند بعض المشعوذين وقال له المشعوذ لا بد أن يذبح خروفا ويضع الجلد فوق ظهر المرأة ليلة كاملة ويضع الحناء على يديها ورجليها، وبعدها يعزلها عن الناس لمدة أسبوع، وفي هذه المدة أعطاه ورقة مطوية بها بعض الآيات والأدعية وختمها باسمها واسم والدتها. السؤال: إن الزوج مصر على أن تعمل هذا العمل لكنها رفضت وهددها بالهجر أو الطلاق، ماذا تفعل؟ هل توافق على هذا العمل؟ هل يتوقع من شياطين الجن والإنس إلا مثل هذه الأعمال الخبيثة؟ ما يتوقع منهم الخير، اللي يروح لهم يذهب إليهم فإنهم يوقعونه في الشرك والكفر والسحر والضلال والكذب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان والذهاب إليهم، وتوعد من يفعل ذلك: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الكهان قال: لا تذهب إليهم، لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمنجمين والمشعوذين، ولا يجوز أن نسميهم قرى أو نسميهم، بل نسميهم مشعوذين وشياطين وسحرة، نسميهم بأسمائهم، ولا نقول هؤلاء قرى أو هؤلاء مطاوعة أو كذا أو مشايخ، هذا كذب، هذا يخدع الناس بهم. لا بد أن نعري أمرهم ونفضحهم. وهذه المرأة لا يجوز لها أن تطيع زوجها في هذا الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فعليها أن تتوكل على الله، والشفاء بيد الله جل وعلا، ما هو عند المشعوذين والدجالين، الشفاء عند الله. إذا علم الله صدق التوكل عليه والإقبال عليه فإنه يشفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟